ولنقاش الوضع الاقتصادي في العراق في ظل تزايد معدلات الفقر ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي الأستاذ مكي النزال. أهلا بكم. أهلا وسهلا، حياكم الله. تبرر الحكومة في بغداد الوضع الاقتصادي في العراق بانخفاض أسعار النفط، إلى أي مدى أثر انهيار أسعار النفط على الوضع الاقتصادي المتردي منذ ما يقارب 17 عاما؟ نعم، انخفاض أسعار النفط أثر على كمية السرقات فقط. العراق بدأ بتبديد ثرواته منذ 17 عاما، وكانت أسعار النفط في ارتفاع حتى بلغت $100 وتجاوزت ذلك. فأين هذه الإيرادات؟ الموضوع برمته هو ليس أسعار النفط، ولكن انخفاض أسعار النفط أثر سلبا على سرقات ما يسمون بالحكومة، وبالتالي لم يبقى الكثير للمواطن، بحيث أن الفقير أصبح أكثر فقرا مما سبق. أستاذ مكي، إن كانت الحكومة الحالية تتحمل المسؤولية لعدم إيجادها حلولا للأزمة التي يعيشها اليوم المواطن العراقي، هل قدمت الحكومات المتعاقبة ومنذ الاحتلال سياسات اقتصادية لرفع العبء عن المواطن؟ كل السياسات منذ أول يوم للاحتلال إلى هذا اليوم تهدف إلى زيادة الأعباء على المواطن العراقي، وهذه الحكومة كسابقاتها، كل حكومة جاءت قالت ليست لدينا عصا سحرية، نحن ورثنا هذا الوضع ممن سبقنا، وما زالوا لغاية هذه اللحظة يلقون باللائمة على زمن الحصار، على ما قبل الاحتلال، وكأن 17 سنة لا تكفي لحل المشاكل العالقة. يعني هذه الحكومة والتي سبقتها والتي سبقتها كلهم ليست لديهم سياسة مالية أو نقدية تخدم العراق، بل أكاد أجزم كما أسلفت أن سياستهم تهدف إلى إثقال العراق بالديون وكسر ظهر العراق. بالحديث عن الديون الخارجية في العراق التي تتجاوز 20 مليار دولار والديون الداخلية التي تتجاوز 40 مليار دولار، أين يتم صرف كل هذه المبالغ الكبيرة؟ يعني أينما تذهبين في العالم تجدين الأموال العراقية على هيئة عمارات واستثمارات، ومرة يريدون أن يشتروا نادي رياضي، وكلها ذهبت إلى جيوب هؤلاء اللامسؤولين الذين ابتلي بهم العراق. لم يبقى من الميزانيات شيء إلا وذهب إلى جيوبهم، وهم هربوها وليتهم استثمروها داخل العراق، ولكنهم إمعانا في الأذى سرقوا الأموال واستثمروها في الخارج. وتجدين أن أقل واحد فيهم يملك المليارات المتعددة، حتى قيل أن أحدهم تجاوزت ثروته 100 مليار دولار من جيوب العراقيين ومن ميزانية العراق المنهوبة. لجنة الخدمات النيابية قالت أن الحكومة الحالية أثبتت فشلها في توفير أبسط الخدمات للمواطنين. برأيكم ما أسباب عدم التزام الجهات القضائية بالرقابة ومحاسبة هذه الحكومة؟ نعم، لأنهم يعني كلهم على هذا المنوال، كلهم يسرقون وكلهم يتقاسمون السرقة. ويعني هناك مثل عراقي يقول طمطم لي وطمطم لك، يعني أحدهم يغطي للثاني. واللجنة نفسها التي تنتقد ما يسمى بالحكومة هي أسوأ من الحكومة، أفرادها كلهم لصوص وكلهم يتخذون من المقاولات الوهمية سبيلا للنهب والسرقة. لا يوجد في العراق قضاء بمعنى القضاء،
يعني كما قال أحد المنكتين وشر البلية ما يضحك، قال: لا يوجد لدينا إلا القضاء والقدر. أما القضاء الذي يحكم للناس وينصفهم فهو مفقود في هذا البلد مع كل أسف. في إحصائيات أخيرة ارتفعت نسبة الفقر في العراق إلى أكثر من 50%. إلى أي مدى سيحل الأزمة اقتراض الحكومة وعلى الأقل يحسن من أوضاع الفقراء؟ يعني الفقر ونسبة الفقر هذه مسألة فيها نقاش كثير. يعني لماذا قالوا أنها 50%؟ يعني لو تلفت العراقي حوله لوجد أن معظم الناس، يعني نسبة أكثر من 70% هم من الفقراء. أما في جنوب العراق فنسبة الفقر أنا واثق أنها تتجاوز 80%. ومع ذلك يعني إذا قلنا 50 أو أكثر، كما قلنا هي السرقات، والمصيبة أنهم يقترضون ويسرقون هذه القروض بحيث لا يستفيد منها هذا المواطن الفقير المسكين. العراق منهوب، وكل الحلول لا تنفع إلا بإيقاف المسبب واقتلاع السرطان قبل أن نعطي العراق المريض دواء. شكرا جزيلا لكم، عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي أستاذ مكي نزال، كنت معنا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان.